شحات قرآن دوت كوم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم
تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. شحات قرآن.com